اليوناني يلعب الكرة الطويلة إلى مجد المرشدي والإبعاد، تصل الكرة للفريق اليوناني، خطيرة محاولة وتسديده، يا سلام يا شراحيلي، والمحاولة يا سلام في الكرة الماضية والتسديدة والمحاولة للفريق حارس سالونيك. شاهد الكرة الماضية وشاهد التقدم وداليان كيساريتش الكرواتي والمتابعة وأتت التسديدة، لكن العارضة تمنع من كيباتانيس كيباتا لصالح عادل هرماش الذي اتى بتوصيات من إيريك جيريت. تلعب الكره وخطيره ومحاوله للفريق الهلال، زيزو الدوسري، توماس دول، يبدو انه من خلال الطريقه من خلال هذا المعسكر سيعتمد على 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 محور واحد ارتكازه، سيعتمد على مهاجمين في تشكيلته في الموسم المقبل. وتصل الكره، عادل هرماش يتقدم، عادل يحاول من الجهه اليسرى، تمريره ممتازه من عادل هرماش الى سلطان او الى يوسف عربي، محاوله والتقدم ياتي وعلى القائد، وما القائد سئل توماس دول في احد الصحف الالمانيه، ومحاوله وكادت ان تاتي يا ماركوس، كادت ان تاتي يا ماركوس، كنت اتكلم عن شارة القياده لان سئل فيها توماس دول الالماني، وشاهد الكره التي كادت ان تكلف الفريق اليوناني بين آريس سالونيكا اليوناني وكذلك بين الهلال، وتصل الكرة لبيونغسو، بيونغسو الكوري يحاول يتقدم بالمهارة، ممكن ممكن ممكن، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر على اللقطة الماضية، وكادت أن تأتي لكن ماركوس، ماركوس اليوناني يرفض ويرفض هدف بيونغسو بمهارة عالية. هذا اللاعب تميز بصراحة، حتى الآن تحركات هذا اللاعب كثيرا لافتة، ولاعب من خلال ما أشاهده أنه سيكون لاعب مميز في خط الهجوم في الفريق الهلالي. محمد الشلوب يحاول، والرأسية تأتي، وبالفعل صاحب ضربات الرأس في الدوري الكوري الجنوبي، صاحب الأهداف المميزة بضربات الرأس في دوري الكرة الجنوبي، يسجل الهدف الأول وهدف للفريق الهلالي عن طريق بيونغسو، بيونغسو يسجل، بيونغسو يحرز، وبيونغسو يأتي بالهدف الأول. قلت هذا اللاعب يستطيع تسجيل الأهداف برأسه بشكل مميز، بشكل متميز للاعب بيونغسو. آخر مقابلة له إيمانا أكد أنه قدم كل شيء ريال بيتيس، وأنا أريد الانتقال والعرض الهلالي مرتاح له كثيرا، أكد اللاعب إيمانا وأنه يريد الانتقال للفريق الهلالي واللاعب في أعرق الفرق الآسيوية كما يقول إيمانا. تصل الكرة، محمد الشلوب والتسديدة، يا سلام يا سلام على اللقطة الماضية، لقطة ممتازة وتمريرة ومحاولات الفريق الهلالي واللمسات أتت. شاهد محمد الشلهوب، شاهد 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 يوسف العربي، يا سلام يا سلام يا سلام، والتسديدة أتت، لكن يا ركلة الزاوية، ركلة الزاوية لصالح الفريق اليوناني في محاولة والتقدم، والعرضية طويلة جدا، والرأسية من يوكلاس، والتسديدة، يأتي الهدف، يأتي الهدف، يأتي الهدف للفريق اليوناني عن طريق داليان كيساريتش، كيساريتش يسجل هدف التعديل وهدف لهدف. بد نامي من الجهة اليمنى، نامي يتقدم، نامي يحاول ينتظر مساندة ليوسف العربي، عادل هرماش، بندر بيسي، عادل هرماش الذي أتى بديعا مرير رادوي، وجماهير الهلال يا هرماش تعشق مرير رادوي، فهل ستنسيهم مرير رادوي؟ ياسر يحاول بالتقدم، والفريدي بمهارة بمهارة يحاول يتقدم، لكن الفريدي كان في الكرة الماضية وكان الهدف قريب يا أحمد الفريدي، لكن لم يتعامل أحمد الفريدي في الكرة الماضية بالشكل المطلوب. تصل الكرة خطيرة إلى خالد شراحيلي، إلى حارس المرمى، سجل هدف التعديل هو نيري كاستيو المكسيكي.
تلعب الكرة طويلة لصالح الفريق اليوناني والتسديدة. يا سلام يا سلام يا خالد يا سرحيلي، والله برافو على خالد، والله برافو على خالد سرحيلي. شحد التسديدة ويبدو أنها كسرت صاحب هدف التعديل، كادر يسجل الثاني. أوه لكن الإبعاد يأتي بصراحة هذه لتدريب هنا الفريق الاتحادي. كان توماس تور أحد المرشحين لتدريب الفريق الأهلي المصري، وصديق عزيز للمدرب مانويل جوزيه البرتغالي. تصل الكرة لصالح عادل هلماش، عادل يتقدم وعادل يسدد. أوه على اللقطة الماضية من عادل، يعني متعودين على البطولات، لا يغيبون عن البطولات في كل موسم بطولتين على الأقل للكتيبة الزرقاء في، لكن في آسيا البرازيلي نيتو البرازيلي على تنفيذ ركلة الزاوية. تلعب الركلة والرأسية، أوه على الكرة الماضية، كادت أن تأتي للفريق اليوناني لكن مرت بسلام، مرت على النجم خالد شرحيلي بصراحة الذي هو اليوم موفق. لالي حتى الآن، وعيسى المحياني يتقدم يحاول، ياسر القحطاني يتقدم أو من يحاول، كريستيان ويليهامسون يحاول، ولكن الإبعاد. تعود الكرة والتسديدة أتت في اللقطة الماضية، التسديدة أتت في اللقطة الماضية والمحاولة الهلالية في الكرة الماضية لكن مرت، والتصدي أتى من مبارك البيشي. تلعب الكرة لصالح الفريق الهلالي، محاولة والتقدم ولكن الإبعاد والتسديدة والرأسية. أوه على اللقطة الماضية، القائم الأيسر لخالد شرحيلي. المحاولة للفريق الهلالي، مبارك بيشي يحاول يتقدم، مبارك في محاولة من الجهة اليسرى يحاول يتقدم، ممكن محاولة والتقدم وركلة جزاء، ركلة جزاء للفريق الهلالي، ركلة جزاء للفريق الهلالي. ركلة جزاء للفريق الهلالي. سيأتي الفريق الهلالي بهدف ثاني. ياسر القحطاني على تنفيذ ركلة الجزاء. القائد الهلالي على تنفيذ ركلة الجزاء، سيأتي بالهدف. الثاني في حديث مع احد لاعبي الفريق الهلالي، ومحاولة ركلة جزاء والتصدي وهدف ثاني، هدف ثاني لياسر القحطاني، اضاعها المرة الاولى لكن اتى التصدي من ماركوس، لكن المتابعة تأتي من ياسر القحطاني والهدف الثاني للفريق الهلالي. شاهد التصدي من ماركوس والمتابعة ليكملها ياسر القحطاني هدفا ثانيا. 2-1 للفريق الهلالي، 2-1 حتى الان للكتيبة الزرقاء. ياسر يضيف، ياسر القحطاني يسجل الثاني. ويليهامسون من الجهة اليمنى، ويلي يتقدم، ويلي يحاول، ويلي بالتقدم بالمهارة العالية، بمهارة يحاول ويلي، وعرضية ممكن لكن الإبعاد يأتي من الدفاع أريس. المحاولات تعود من الجهة اليمنى لدى سلطان البيشي، تمريرات، تقدم، محاولة ممكن خطيرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا أحمد يا فريدي، يسجل الثالث بمهارة عالية، يستطيع أن يحرز الثالث. يا سلام ويا عيني عليك يا أحمد يا فريدي، وهدفا ثالثا للفريق الهلالي، 3 أهداف مقابل هدف. شاهد الكرة، شاهد المهارة، شاهد. يا سلام يا أحمد يا فريدي،
يسجل الثالث، يحرز الهدف الثالث. والكرة الرائعة الذي من أحمد فريد الذي وضع الكرة اليونانية والتطور. وأجمل لحظات اليونانيون هو 2004، وكيف ينسى ذلك الحدث؟ وهدف ثاني، وكأني أذكرهم بأفضل حالاتهم. أذكر وكريم السلطاني يسجل للفريق اليوناني هدفا ثانيا بأرضية رائعة من كريستيان بورتا الأسباني. المباراة الأولى في مباراة الافتتاح على البرتغال بهدفين مقابل هدف، وفي المباراة النهائية التقت مع البرتغال، وكل المؤشرات تقول أن البرتغال سيكون لها الرد.